سوف نتكلم في هذا الفيديو عن بعض الحقائق عن حيوان الراكون. يعتبر الراكون حيواناً مستدير الشكل، ويمتلك ذيلاً كثيفاً، ويغطي منطقة العينين عنده فراء أسود اللون. أما حجم الراكون الكبير فبحجم الكلاب الصغيرة، وعموماً يتراوح وزن الراكون في المتوسط من كيلوغرام و800 جرام إلى 10 كيلوغرام و400 جرام، وطوله من 60 إلى 95 سنتيمتر. يصنف الراكون ضمن الحيوانات آكلة اللحوم، نظراً لتغذيه على جراد البحر والضفادع والكثير من المخلوقات المائية الأخرى، إلى جانب تناوله الفئران والحشرات بعد سحبها من مخابئها وأخذ البيض من أعشاشها. رغم ذلك يتغذى الراكون أيضاً على الفواكه والنباتات الموجودة في الحدائق والمزارع الخاصة بالإنسان، كما يمكن أن يتناول ما تحتويه صناديق القمامة من طعام، ويستخدم أقدامه الأمامية وأصابعه الطويلة للعثور على مجموعة واسعة من الأغذية